بالنسبة للإعلانات مع الأستاذ دوري شامون رئيس حزب الوطنيين الأحرار والأستاذ أمون عطيف المحلل السياسي في جريدة الأخبار، قبل أن نتابع لأطرح مسألة التدبير التعليم والانتخابات الفرعية وهل يتحول لبنان إلى عراق أو إلى فلسطين آخر، أربع طلبات تأتي بذلك هذا المحور لأن مولانا متفقين في الطلبات من خارج لبنان. حبيب حداد قطر، تفضل حبيب. مساء الخير استاذ مرسال ومساء الضيوف، شكرا. وتعزيه لكل كذا الشهداء اللي صعدوا. نعم. انا كنت اسال كذا سؤال بس اربع سؤالات. الاول هو انه بالعالم بالوضع العربي ما في نعرفه وقائع، نعم ما في وقائع. الدولة اللبنانية اليوم لازم تفرجي وقائع اللي عم بيصير بلبنان، لأنه ضايع خاطي مش ما بيقول. نعم. لازم نشوف شو الاستدلالات الموجوده مشان نقدر نعرف مين وراء هالجرائم كلها. اوكي. اذا في صحيح انه في استدلالات لازم نبين. نعم. لانه بكل دول العالم ان كان صار جريمه بامريكا يطلع كل خمس دقائق ضابط امن او ضابط من الجيش او ضابط من حل محل او من العراق او من حل حرب وبيعلن انه لازم في قرار بيتعاركوا مع هالمحور، صار في حركات على هالمحور. اوكي. الشغلة الثانية، الإعلام اللبناني هو منتشر بكل الدول العربية، وبالتالي يقدر يفرجي قديش لبنان عم يتعرض لأقل هجمات، هل هي صحيحة أو غلط؟ بس على الأقل اليوم الـ NBC وصلت لكل بيت بالدول العربية. من حق الإعلام اليوم يفرجي هالوقائع المضبوطة من خلال الدولة اللبنانية. طيب. أنا بدي أسأل الناس اللي عم تقول انه هيدا انه لازم يكون في امن. انا عم بسأل اليوم لندن كلها كل اميتها والدولة البريطانية الاي ار اي وقت كانت عم تفجر بلندن ما كان والله بعتقد انه في هالامن امن الذاتي ما عم بفهم يعني اليوم اللي عم بيطالبوا اليوم بالامن بلبنان ودولة بعدها طالعة من احتلال مثل ما بيقولوا كيف معقول تحس بالأمن؟ عظيم. أربعة. وثانيا أنا قاعد بقدرة، تعرف أنا يا أستاذ مرسال عملت جرايد كل يوم هون إمضاء عقود بملايين ومليارات الدولارات، هيدا عملت الجرايد بقدرة، وعملت الجرايد بالخليج العربي. أنا بثق الجرايد في لبنان بشهداء وبناس عم بتموت. بينما هون البلاد عم تعمل ونحن كلبنانيين نحن عم نشكل حافز لهالدول هيدي لحتى نعمل بالبلاد، ونحن في حرقه بقلبنا انه ما عم نقدر نعمل بهالبلاد. شكرا حبيب.